أعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين نحن اليوم قدام ميني ماركت السعادة ومعنا رابح جديد جمع 5000 غلاف شوكولا لا 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 وطلع له معنا هالبيسيكلات وبيسلموا إياها صاحب المؤسسة. مبروك عمو، طلع لك معنا هالبيسيكلات. طلع له بيسيكلات؟ إيه 5000 لوح شوكولا بجمعة، طلع له سكر الصبي، طلع له بيسيكلات. ميرسي مسيو، خلي لك إياها للبيسيكلات، ليش بعد عنده حيل ابني ليركب على بيسيكلات؟ أنتوا هالجوائز اللي عم تعملوها وتقدموها. تعا مامي تعا.